وريفيو سريع عن الخلطة المنتشرة او الطريقة المنتشرة ان احنا نحط البودر ده. ناخد معلقة منه نحطها على مية ونحطها على بشرتنا بأي طريقة بقى، فرشة او ناخد الماسك اللي هو الشيت ده اللي هو زي القطن كده ونحطه على بشرتنا ونسيبها. انا جربته لقيته بيحرقني جدا 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 بصراحة، ما استحملتش ورحت غسلته بسرعة تمام، وحطيت عليه كريم المرطب ده علشان خاطر يهدي البشرة، والحمد لله هداه. وبصراحة حلو جدا، طلع حلو قوي قوي الكريم ده، مفعوله في الترطيب زي نيفيا سوفت بالظبط، بس ربنا يستر بقى ما يكونش ليه اثار جانبية زي نيفيا سوفت. المهم يعني ان مختصر كده ان ده بيحرق 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 بيحرق. هتستحمليه حطيه، مش تستحمليه مش هتحطيه.